يعني عن جد ما معقوش اشتاقوا لي، حتى سليمة ما اجت استقبلتني. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. نعاد عليك. وعليكم. ميرسي ميرسي. حطيت لك شمعة واحدة لأنك خلقت من جديد. إن شاء الله كل أيامك فرح يا خيي. أتمنى أمني وطفي الشمعة. ميرسي يا جماعة. حياة قلبي أنت العمر كله. بالصحة والسعادة. ميرسي ماما. خيي قلت لي مشغولين يا محتال. ها عمر كله حبيبي حبيب قلبي. الحمد لله على السلامة يا صغير البيت. بوعدك رح أكبر صديقة. الحمد لله على السلامة. ميرسي سلطان حبيبي. نحن بنحبك يا زلمة كتير. زاد عن مرحوم بيك. عمر إلك أستاذ. كيف كرازي الرمل معك؟ والله حسب البردات. ينعاد عليك من خالة البطل. وعدك ما بعصب عليك. أصلاً بوجود الدكتور نهلة ممنوع حدا يعصب. يا راسي دكتور. بتمنى جلستنا تكون قريبة. كنت أنا ومازن بالموضوع. بشكر اهتمامك. اسم الله عليك، معنوياتك قوية. ما بعتقد رح نحتاج لأكتر من جلسة. إن شاء الله. يلا يا جماعة. يلا جو خليني أخذ سلفي لك في الجامعة. يلا. صراحة فاجأتني اللي عم بيصير معك. هو ردة فعل إيجابية. شو منيح يعني؟ طبعاً أنت عملت شوك معاكس، وهيدا الشوك هو اللي رجع لك حماسك للحياة، وأنت رح تعطيني السبب. أنا؟ إيه أنت. جاوبني بليز، مين يلي خلصك لما جربت تأذي حالك بالشفرة آخر مرة؟ أمي. وشو رجعت وعدت لأمك بالمستشفى؟ وعدت أنا ما بقى عيدها لو شو ما صار. وما بقى رح تعيدها. مبروك الحياة الجديدة. بونجور. بونجور مسيو. بدي احجز عندك بليز اوضه لاربع ايام. بدي احط اغراضي فيها لكن اجا موعد سفري. يعني ما رح تنام فيها؟ ما بعرف، يمكن اجي نام. بس حنكون مضطرين نبش الشنطه. اي بس ما فيها شيء، يعني فيها تيابي واغراض شخصيه. هيدي الاوامر استاذ. ما في مشكله. اوكي، كيف بتحب تدفع؟ بدفع كاش. جاي وضعك قررت فل
ما عدت قادر أعيش مع أهلي ولا أبقى بالضيعة بلاك. رايح ودارك لك قلبي. تبهيله صحن.